يعني قبل 7 سنوات مثل اليوم داعش فات بالموصل، يعني هو الوقت انت كنت بالموصل او لا؟ لا نعم كنت بالموصل يوم 9 حزيران 2014 داعش سقط مدينة الموصل بداها من الايمن جانب الايمن، وبعد العمليات العسكرية تراجعت واحتلوا الجانب الايسر، وخلال ساعات الموصل كلها صارت بيد هو داعش. ايش يقولون داعش وين فتت اول مرة؟ تقريبا كم واحد كان اكو؟ والله هي الاخبار والاحصائية العسكرية بانه بالبداية كان ما يتجاوزون 300 شخص. هو الوقت صار اشتباك بين القوات العراقية وداعش، صار اشتباك او لا؟ لا صار اشتباك، صار اشتباك لمدة 5 ايام كان على محور 17 تموز الاقتصاديين. قصدي في داخل المدينة صار اشتباك؟ لا بداخل الموصل ما، يعني هي اكثر شيء كانت من يم حي 17 تموز الاقتصاديين وامتدت على المحور الخارجي مدينة الموصل وصار السقوط. شو يقولون لكم من داعش؟ يعني داعش تقريبا 3 سنوات بقى بالموصل. يعني بالبداية اول امر شهرين ما تدخلوا بامور كثيرة نهائيا، كان مجرد انه السيطرة على الدور والسيطرة على الدوائر الحكومية، وبعدها بدأت المسرحيات والاجندات اللي جو بيها من الخارج تطبيقها، اللي هي بعدين صار الملابس والشعر والحجاب وهذا حلال وهذا حرام، وكلها ليس لها صحة. من حررت الموصل من ما بقى داعش، ايش غيرت بالموصل؟ والله هي تعرف انت 3 سنوات دمار، بس 3 سنوات دمرت الموصل 30 سنة. من ما بقى داعش ايش غيرت بالموصل؟ يعني اكو حملة بناء ديبنون، ويعني ان شاء الله خير، ما نقول غير ان شاء الله خير، نرجع اللي انكسر، بس والله هي صعبة، هذا الاطلال اللي تشوفه قدامك الخراب اللي تشوفه يراد لها وقت. شكرا جزيلا.